تدريبات في أجواء ذات خصوصية عالية يجريها منتخبنا الوطني في ملعب جذع النخلة، لم يسمح لنا بتصويرها سوى من خلف الأسوار، فيما اتحاد كرة القدم يرى أن أسود الرافدين مؤهل لانتزاع الفوز يد العناب القطري للحصانة الفنية والتكتيكية والزخم الجماهيري الموجود. المنتخب العراقي يعيش بروح معنوية عالية مرتفعة، التدريبات تصير بصورة مميزة، وهو مؤهل لانتزاع الفوز من المنتخب العنابي القطري. الكفة الفنية والرصانة التكتيكية لمنتخبنا من الممكن أن ترجح ويذهب إلى المباراة النهائية وسط هذا الحضور الجماهيري. الجمهور العراقي المتلهف لمتابعة مباراة النصف النهائي لمنتخبنا الوطني ونظيره العنابي جاء من أبعد المحافظات، فيما يقول المواطنون الذين قدموا من إقليم كردستان العراق أنهم قطعوا كل هذه المسافة لمشاركة العراقيين أفراحهم بخليج. لكم املا طبعا هم جايين خطار من السلمانية وقضاء شمشمان، لأنه محافظة البصرة هو بيتنا الثاني، ومن جينا البصرة ما كنا نتوقع هالوضعية، وهنا البصرة العرب والكراد ما عندنا أي فرق، وما شاء الله البصرة صايرة على وضع تغير عام يعني، وخاصة هاي السنين، ونرحب وجينا نشوف المباراة بين إخواننا وعايشين بين أهل الخليج وبين أهل البصرة والمحافظات كلها. صحفيون رياضيون رجحوا أن تكون مباراتي الشبه النهائي صعبة جدا على المنتخبات، لا سيما منتخبنا الوطني الذي عيون جمهوره تترقب وصوله للنهائي، موضحين أن خبرة اللاعبين العراقيين ستكون هي من يؤهلهم لعبورهم لنهائي خليج 25. أن المنتخب مباراة العراق وقطر سيكون فيها ضغط على المنتخبين. العراق جمهوره اللي ارتفعت سقف أماله وطموحه أصبح يريد البطولة، هذا سيشكل ضغطا نوعا ما نفسيا على المنتخب العراقي، استنادا أيضا إلى خبرة اللاعبين العراقيين والخبرة الأقل نوعا ما اللاعبين القطريين. أعتقد أن المباراة ستذهب للجانب العراقي، وأعتقد العراق أنه سيعبر سيصل إلى النهائي. استعدادات وتدريبات قائمة على قدم وساق لمنتخبنا الوطني الذي من المفترض أن يلاقي نظيره العنابي يوم الاثنين المقبل. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة.